فجر ليبيا مشروع إرهابي إجرامي وأسقط ثورة فبراير. أطلقت رصاصة الرحمة على ما يسمى ثورة فبراير بوجود هؤلاء المجرمين. كيف قوة معينة تستولي على السلطة وتسقط برلمان منتخب اللي هو مجلس النواب؟ وأعلنوا صراحة أنهم لا يعترفوا بهذا المجلس وكل قراراته لاغية، وأن عاوزين عصابة ركشس، مافيا ركشس اللي هو كان ما يسمى بالمؤتمر الوطني، أن تستمر في نهاية. أصبح عندنا كتلة اسمها فجر ليبيا، هي عبارة عن ميليشيات مصراتة، ولم تتحرك مدينة مصراتة حقيقة. الناس كنا نقول عقلاء مصراتة، أهل مصراتة، أهل نفس مصراتة. يجب أن تخرج مدينة مصراتة بقوتها الاجتماعية، عائلاتها وقبائلها، وتحدد موقفها من القتلة اللي موجودين الآن في طرابلس يقتلوا الأبرياء ويقصفوا المنازل بصواريخ الجراد. جيد، وخربوا العاصمة وخربوا المطار، لا كهرباء لا صحة لا مياه لا سفر ولا شيء، لا أمن. هذه الميليشيات أتت من مدينة مصراتة تقتل في أهل طرابلس، لا يمكن أن نعتبرهم آل سلم ولا يمكن كذا، وحيدفع الثمن هدايا. لو شفنا أهل طرابلس 50,000 مهجر من بيوتهم الآن، معقولة في عاصمة مثل طرابلس أن يتم تهجير 50,000 حتى مصراتة تحكم ليبيا؟ والإخوان المسلمين معقولة هذا الكلام؟ وحتى تريح كتلة قطر وتترك هذا كمان؟ أسأل عبد الرحمن خالد نقول له إيش قال لك أمير قطر حمد؟ إيش قال لك؟ وكان حاضر محمود جبريل. قال لي ادفع كذا مليار لثورة ليبيا. كان طالب بموقع وزير الداخلية ووزير الدفاع لعبد الحكيم بالحافي لفوزي بالكتف. عبد الرحمن خالد قاعد موجود حي، ومحمود جبريل قاعد موجود حي، وعرض عليه اللي هو يكون رئيس وزراء ولا أحد يستطيع أنزل. رفضوا الاثنين، وحصلت مشادة بين عبد الرحمن شيقم وبين أمير قطر حمد السابق. خلينا نكون صريحين الآن، هاي ستعمل، وفي عندنا ملايين القصص.